تشتم على الفاضي والمليان وتقول كلام إهانة إن أنا بكذب. عايز أوضح لكم حاجة بس عشان عندكم علم بالكلام ده، المنشط لازم يكون قوي وشديد وفيه مراوغة. ليه؟ لازم يبقى فيه مراوغة عشان يشد انتباه المشاهدين ويشد انتباه الناس كلها، عشان احنا لو ما شدناش انتباه المشاهدين وانتباه الناس قضية الطفل شنو ده هتتقفل. وبالطريقة دي وبالاسلوب ده يبقى احنا اللي بايدينا بنقفل قضية الطفل شنو ده. يعني بالرغم من ان الطفل شنو ده في وعكة جسدية لأنه هو بعيد عن أهله وأصبح مدمر، طبيعي لازم نعرف الواقع إيه. لو إحنا ما كتبناش منشط قوي أو بوست قوي وفعال القضية دي هتموت ومحدش هيتكلم عنه. وده المطلوب اللي الناس المتجمدين اللي عايزينه، إن قضية الطفل شنو ده تتقفل ومحدش يتكلم عنها. لا، الناس اللي تزعل من منشطات نقول وفاة الطفل شنودة او اخبار صادمة عن الطفل شنودة، ما لو كتبنا الطفل شنودة فقط تغيير محدش هيسمع، ولا حد هيتكلم ولا حد هيسمع. عشان كده احنا لازم نفضل مترابطين ومتمسكين بكل الوسائل اللي تخلينا ما نقفلش قضية الطفل شنودة. فانت لازم تساعدوني اني انا اكتب هذه المنشطات وهذه العناوين من اجل الطفل شنودة. لو ما كتبناش عناوين جامدة وجديدة وفعالة وتلفت النظر، القضية دي هتتقفل نهائيا ومحدش هيجيب سيرتها تاني. لو انتم حابين ذلك انا ما عنديش ادنى مشكلة من اي حاجة. الناس بتقول ان انا ببحث عن مشاهدات وان انا ببحث عن فلوس وان انا انت مش عارف حاجة ولا فاهم اي حاجة في اي حاجة. القضية مش قضية مشاهدات ولا قضية اي حاجة. ان كنت فاكر ان الواحد بيكسب الالوف المؤلفة تبقى انت دماغك فسفس. اي دماغك فسفس. عشان احنا كل هدفنا ان الكتاب بتاع الطفل شنودة ما يتقفلش ولا يتضم. محتاج تعليقات، ياريت حد بيتكلم ولا حد بيقول حاجة. وارجع تاني واقول لازم من عناوين تكون شاذة، عناوين جامدة، عناوين شديدة، عناوين تشد انتباه المشاهدين عشان طفلنا الطفل شنودة يعود لأسرته الكريمة. أستاذ سودي وأستاذ أمال، وأنا بحاول أجيب كل ما هو في وسعي وأقدر أقول إيه الفرق بين الكفالة وإيه الفرق بين التبني وليه الإسلام مش بيوافق على التبني. الإسلام بيقول لك التبني حرام وبسبب اختلاط النسب، مش عايز يعمل اختلاط نسب لأن ممكن يكون في يوم من الأيام لأحد أقارب حد، وهو بيرفض موضوع التبني ولكن بيدعو إلى الكفالة أو بيكون زي ما قلنا والي، بيكون والي. الحقيقة الأمر صعب وصادم جدا جدا، لكن بالرغم من كل كده أنا واثق تماما إن ربنا هيحل مشكلة الطفل شنودة. كل اللي علينا إن احنا نقف ونصلي دايما ونقول له يا رب ده ابنك، ده اللي اتعمد، ده اللي نال جسدك ودمك، ما تسيبهوش يروح. شنودة داخل على 10 شهور وهو بعيد عن المسيحية والشعائر الدينية وعن الألحان. أكيد شنودة أصبح شخص آخر مختلف نهائيا. ومعنى ان الدولة تصمت
والكنيسه تغني عنيها عن الموضوع. اذا في حاجه شديده وقويه احنا مش عارفينها. الحل برجع اقول تاني وتالت، لازم من منشطات تكون قويه ومستفزه تشد انتباه الناس. الناس اللي معتقده ان الطفل شنوده هيرجع الصمت او بدون الكلام عمل ايه؟ شنوده دلوقتي زي ما قلنا ماشي، لازم يحصل الكلام ده، لازم منشطات قويه، لازم منشطات قويه وعناوين شديده اللهجه عشان شنوده يرجع تاني. اللي ليه راي اخر غير مختلف عن ذلك يقول لو شنوده هيرجع مجرد من ان احنا نغمض عينينا او ان احنا ما نقولش الحقيقه او ان احنا ما نكتبش عناوين جامده وشديده يبقى شنوده عمره ما هيرجع ابدا. شنوده لازم تكون في عناوين جامده وشديده، عناوين قويه، عناوين تشد انتباه كل الاخوه مسيحيين ومسلمين. الطفل شنوده اللي اتعمد واتعلم وراح الكنيسه زي ما امه وابوه بيقولوا، انا مش عارف ايه المشكله في قصه التبني، وان كان الشريعه الاسلاميه تحرم وتجرم التبني فده امر مخلوط بيه، امر مشكوك فيه، لكن احنا كلنا ولاد الله الواحد الأحد، الله الذي يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، الله الحنون الرحوم الرؤوف، الله اللي بيحن على كل الشعوب، الله اللي خلقنا على صورته ومثاله. عمرك ما هتفهم كل الكلام دوت إلا لازم نكتب عناوين شديدة اللهجة، عناوين مراوغة، عناوين تشد انتباه كل المصريين والعالم أجمع عشان نعرف ليه العالم كله، ليه المسؤولين صامتين لحد الوقت ولا في حد بيطلع يقول أي حاجة، وليه الكنيسة لحد الوقت ما فتحتش بقها ولا اتكلمت خالص عن شنوده. عايز أعرف بجد حقيقي ليه الكنيسة ما اتكلمتش عن هذا الموضوع نهائيا. القنوات الدينية استضافته ولكن ما جبناش حد اتكلم ولا قال اي حاجة ولا طلع عمل حاجة. انا واثق في ربنا انه هيحل المشكلة، وشكرا لكم ولكم مني كل الحب والتقدير.